الو، اتفضل. ألو، ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخ وليد، ايوه اتفضل. كيف الحال؟ والله بخير الحين الحمد لله. شو موضوع الحلقة اليوم؟ والله موضوع الحلقه اليوم ان احنا بنقرا في احاديث الشيعه لقينا المعصومين بيصوموا زي صيام اهل السنه والجماعه بالضبط، يعني 12 حديث بيصوموا زي صيام اهل السنه والجماعه، وفي اربع احاديث يؤتى ما كده ان هم بيصوموا مع تشابك النجوم ودخول الليل، اي عتمه الليل. شنو الإشكال إذا يسمونه هي أهل السنة أو ولي الليل؟ لا ما فيش اشكال، ما فيش اشكال. انت شايف اشكال؟ انا مش شايف اشكال. اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم ماكو كانوا إشكال، بيصوموا بس زينا، فخلاص ما فيش اشكال. انتوا بقى عايزين تصوموا زينا صوموا، مش عايزين تصوموا، الاهم عندنا ان احنا لقينا 12 روايه لاهل البيت وهم بيصوموا زينا بس. بس واحد يمشي على قاعدة أفضل من الأحاديث، مو صحيح؟ ايه هي بقى القاعده؟ قاعدة القرآن الكريم، قاعدة رب العالمين. يعني نركن احاديث المعصومين دول دلوقتي عندك ونمسك القران. طب هو القران قال ايه؟ أستاذ وليد، أستاذ وليد، ألو؟ ايوه القران قال ايه؟ اتفضل. أستاذ وليد، إحنا نتكلم بشكل علمي، اتركنا من الأحاديث، القرآن الكريم شو يقول؟ ايوه قال ايه؟ ما انا بسألك القرآن قال ايه؟ ماذا قال القرآن؟ ويتم الصيام إلى الليل، مو صحيح؟ جميل قوي. طب كلمة إلى الليل تحتمل أول الليل، منتصف الليل، آخر الليل. بعد آذان المغرب. الله، وانا ايش عرفني من الايه انها بعد بعد منتصف؟ معلش، انا عرفت منين من الايه انها بعد المغرب؟ عرفت منين؟ أنا أقول لك، الليل ماذا تعني الليل؟ غير الظلام، بداية الظلام لا تعني بداية النور. يا باشا الليل كلمة وأتم الصيام إلى الليل، فالليل ده إيه؟ أوله، منتصفه، آخره. أنا أعرف منين إن كان أوله أو منتصفه أو آخره؟ أعرف منين؟ هي واضحة واضحة وليد، واضحة واضحة فين؟ في بداية الآية، في الليل، الآية بداية واضحة دخول إزاي يعني؟ الليل، واضحة إزاي في الآية؟ أنا عايز أفهم واضحة إزاي في الآية؟ بداية وليد، أنا أقول لك بداية دخول الليل لكي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني نهاية الشمس من تنتهي سوف يصير عندك ضياء بياض وضياء سواد، مو صحيح؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. ده في الفجر، من ملوش الخير. دعوه بالليل دلوقتي، انت دخلت ايه في ايه. لا، هو غروب والشروق نفس الشيء، يعني الغروب والشروق من نهاية الشمس، من نهاية الشمس حيطلع عندك بياض وسواد، وبداية الشمس من تطلع قبل ما ينتهي الليل راح يطلع عندك بياض وسواد. ماشي هعديها لك، بياض لا، وسواد. انا دلوقتي هو ما مو بيقولش بقى صحيح. معلش انا بقى الى الليل. استاذ اسمعني بس وليد، انا يا احب باشا، اتناقش اسمعني وياك بس بشكل علمي، لا تاخذني انا سني يا او باشا، شيعي، اسمعني بس. انا انا ما اريد احنا نوصل بنتكلم الى بعلم الشيء اهو، ما يعني بنتكلم بعلم بخدمتك. يا باشا. اسمعني بس، بص يا باشا، ذهب الطالب الى المدرسة، ذهب الطالب الى المدرسة، فممكن الطالب يذهب الى اي المدرسة نعم، ولكن ما يدخلهاش، صح؟ صح، طيب، وممكن الطالب برضو يذهب إلى المدرسة ولكن يدخلها، صح؟ صح، وممكن الطالب يذهب إلى المدرسة إلى آخر سور المدرسة ولكنه مازال فين؟ في المدرسة، صح؟ صح. جميل أوي.
في نهاية في بداية كلامي أنا قلت إيه؟ ذهب الطالب إلى المدرسة. ألو فأنا أعرف بقى منين إن الطالب دخل المدرسة ألو ولا وقف في نص المدرسة ولا دخل الفصل ولا راح إلى سور المدرسة آخر المدرسة، أعرف منين؟ وقت اكو وقت اكو وقت اذا وصل الى المدرسه ودخل اكو وقت تسجيل الطالب دخوله للمدرسه واكو وقت للخروج من المدرسه. ما انا اعرف منين؟ انا دلوقتي ذهب الطالب الى المدرسه. هعرف منين كان دخل او وقف ذهب في حوش المدرسه او وقف عند سور المدرسه، اعرف منين؟ يعني اعرف وانا هي الكلمه كلها ذهب الطالب الى المدرسه. اكو ذهب الطالب الى المدرسه، شو وقت ذهب؟ الصبح، بالليل، الظهر؟ ذهب الطالب الى المدرسه ليلا. الو ايوه ما انا حلتها لك اهو، ذهب الطالب الى المدرسه الوقت ليلا. ما لكن في الاخر وليد. ذهب ايه؟ ذهب ايه؟ في الليل. لكن امتى بقى؟ في اول الليل، في اخر الليل؟ استاذ وليد، استاذ وليد، ترى الصوت شوية تقطع. استاذ وليد، والله انا سامعك كويس. بس انا شوية تقطع الصوت. طب خلاص، حتى لو لما يرجع لك الصوت ارجع تاني. ويا اذان الفجر، ويا اذان لما ارجع لك الصوت ارجع تاني. حاليا سمعت. وي اذان الفجر، وي اذان المغرب. الانسان يفطر يكون بينه وبين رب العالمين، قد يكون شك في قلبه، يقول قد ضعت الشمس. بص يا باشا، عشان انا اعرف، معلش، اول الليل من منتصف الليل من اخر الليل، يبقى لازم حاجه تحدد لي التوقيت دوت. ايه هي الحاجه اللي تحدد لي التوقيت ده؟ الا وهو اذان المغرب. صح ولا مش صح؟ اذان صح. صح ولا مش صح؟ بس اذان المغرب صح. صح، جميل. اذان المغرب بين منطقه محافظه ومحافظه اختلاف بالوقت. لا استاذ ولي يا باشا، ما فيش حاجة اسمها اختلاف في المغرب. هو المغرب بينزل، المغرب بيجي، بنصلي المغرب، بنشوف الشمس وهي قدامنا كده تغرب، خلاص وقت المغرب جه. حضرتك مصر، مصر جميع محافظ مصر كلهم يصلون اذان المغرب بوقت واحد. كلنا بنصلي بوقت واحد. محافظات، كل المحافظات في مصر وقت واحد؟ لا، بتختلف المحافظة دقيقتين ثلاثة عن كل محافظة. وهذا الشيء مو دليل على غروب الشمس؟ لا، أقول لك أنا، لا، هو بيكلموا على إيه؟ هنا لما حطوا الساعة توقيت، معلش، لما حطوا الساعة توقيت، فقال لك من الأفضل إن إحنا نأقت المسألة عشان تكون أفضل وأحسن، اللي هو إيه؟ التوقيت العادي اللي هو الـ 24 ساعة. فقال لك من الافضل والاحسن ان احنا نؤقت المساله، ودي ما فيهاش اي مشكله شرعا، تمام. لكن على زمن الصحابه كانوا بيصلوا على ايه؟ اول لما يشوفوا المغرب بتنزل كده، خلاص الشمس بتنزل في الغروب، فبيصلوا، وطالما صلوا فبيفطروا. انا بقى عايز اعرف بقى، اوكي، منين بقى جبتوا مساله تشابك النجوم والليل؟ ايه الليل تحير، محيرة، ليست قطعية الدلالة. فلازم نذهب إلى من؟ نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بيفطر مع الغروب، مع أذان المغرب، ولا لا؟ تمام. والله أستاذ وليد، أستاذ وليد، أقول لك بصراحة، أنا بالنسبة لي أمشي على القرآن الكريم. شو يقول القرآن الكريم امشي عليه؟ ماشي، ما احنا دلوقتي انا عايز امشي معاك على القرآن. انا دلوقتي القرآن بيقول وأتم الصيام إلى الليل. وأتم الصيام إلى الليل. إلى الليل. أنت دلوقتي أنا مش عارف يا رب الليل ده بقى أوله أوسطه آخره. أنا أقول لك
لا، بداية دخول الليل، بداية دخول جميل أوي، الليل. بداية دخول الليل للمغرب. المغرب، بداية دخول الليل المغرب. نعم عرفت؟ وحتى لكي الإنسان يطمئن قلبه لازم يشوف الليل في عينه، يا حتى باشا لا انت يقول بتقول يشوف الصيام الليل، ما انا فيه. دخلت دلوقتي على المعصومين كلهم مأيدين لأهل السنة والجماعة ان هم كانوا أنا بيفطروا مالي مع علاقة الأذان مع بالمعصومين، غروب أستاذ، الشمس. أستاذ وليد، أستاذ وليد، أستاذ وليد، أستاذ وليد، أنت إنسان مثقف وواعي، أنت تمشي على كلام الإنسان لا تمشي على كلام رب طب بص، واحدة العالمين. واحدة واحدة، احنا بنصلي الفجر امتى؟ بنصلي الفجر امتى؟ بداية دخول النهار صح؟ أه وقت بداية دخول النهار صح، صح؟ طيب بنصلي المغرب بعد امتى؟ دخول صح بداية صح دخول الليل. خلصت القصة، بعد دخول صح صح خلاص ما خلصت صحيح القصة، خلاص ما صحيح. خلاص، انت بتجاوب نفسك. لا انا وياك استاذ وليد، انا وياك، بس شيء مرات انا مرات واقف اشوف الشمس تغيب، الشمس تغيب بس اشوف بعد بياض، يعني بياض بالجو، عرفت؟ ويصير الاذان مال المغرب. طب ما لازم، ما هي وقت الغروب، وقت غروب الشمس لازم يبقى فيه بصيص من النهار لسه، ما وقت ده طبيعي. ايه بصيص يعني، طب ما بس ده بصيص طبيعي، طب كلش ما نفس قوي يعني، الحكاية. طب ما انت بياض بس بياض حتى يتبين بياض لكم، بياض. بص يا باشا، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. انت تعرف الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيمسكوا خيطين، خيط اسود وخيط ابيض، خيط اسود وخيط ابيض، لما يظهر معاهم اي نعم لون، اللون بتاع الاسود، يعني شوف ده اسود خلاص، واخد لي بالك، يبقى كده عرف ان النهار طلع. ولكن هناك تفسير بقى النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهو صلى الله انسحاب، انسحاب الليل ودخول النهار، بيبقى في خيط كده كأن الليل بينزل والنهار بيطلع. عليه وسلم. هذا التفسير كلش حلو يعجبني، مال الرسول صلى الله عليه. على العموم شكرا لك يا استاذنا، الله يخليك، الله يحفظك، اللهم مع بلغنا السلامة. خلاص.